مرحبا واهلا وسهلا فيكم على حلقة جديدة من باف باف سيجار. اليوم رح نقدم سيجار الهوزيه بيدرا، وهيدا عم نقدمه لانه اجانا طلب خصوصي بتقديم هذا السيجار، فرح ندخنه معكم. هذا السيجار بيجي بعلبة مثل هيدي، شايفينه هيك خمسة بعلبة، والسيجار طوله 6 انش، الجيج 43 مثل ما شايفينه، من النوع الكورونا دبل كورونا او كورونا بسموه، كوبي، من النوع الكوبي، ومن الريجن فولتو قريبا اللي هي من اقدم الريجنز بيعملوا فيها التباكو. قبل ما نقص ونكمل بدي بس اذكر الجميع، هذا كان طلب من الاستاذ، من الاخ عصام اسفهاني، وهذا عصام الحلقة لألك على الهوزي بيدرا مثل ما حضرتك طلبت، فرح نكمل فيها. ونفس الوقت بدي وجه تحيات لجميع الشركاء الجداد اللي فاتوا معنا على القناة، يعني في كتير كلام من قال، كلام كتير كتير حلو، وبشركم جميعا على التشجيع وعلى الكلمة الحلوة، ويعني شكرا عن جد، شكرا كثير لكم، وان شاء الله تكبر اكثر ويصير في اكثر. صرنا تقريبا على 300 مشارك، وان شاء الله نشوف الالف قريبا. يعني شكرا للجميع، شكرا ل يعني الاخ ميشيل، قبل ما ننسى الاخ ميشيل منير من مصر، اهلا وسهلا فيك، مثل ما تحدثنا انا وانت على الشات، اهلا وسهلا فيك، وتحيه لكل اهل مصر، اهلا وسهلا فيكم، تحية للسعودية، تحية للعراق، تحية للكويت، يعني عم نشوف من جميع أنحاء الدول العربية عالم عم تشترك وعم تساهم وعم تعطي كومنتس، أهلا وسهلا فيكم. وعم نشوف كمان من الأنسات والمدامات، أهلا وسهلا فيكم على القناة، ويعني هذا القناة للجميع، إذا حدا بده يساهم ويسأل أسئلة كمان تفضلوا، ما في أي مشكلة. وهذه هي، شكر للجميع، وان شاء الله نكون على حسن الظن ونكمل معكم، خليكم معنا نكمل. خلينا نقص ونولع ونشوف وين راح يودينا هيدا السيجار. يلا منيح في الداحة تاني لأنا خلص الغاز، شايف؟ الدرا شوي صغيرة، صعب، ضيق كتير لواحد يسحب، بعدنا بأوله، بس السحبة تبعه شوي صغيرة كتير، منا كتير قوية، يعني منا لامبورجيني أو فيراري، سحبة شوي صغيرة صعبة شوي، فحنجرب نوسعها شوي ونكمل. طيب خليكم معنا لندخن منه ونشوف شو هي النكهات اللي بتطلع منه هالسيجارة. رجعنا معكم بأول تلت من الهوزي بيدرا، حكينا أنه بمنطقة شو اسم المنطقة لنا؟ فولتا قريبة من منطقة ريميديوس بكوبا، هي من أقدم المناطق اللي بيعملوا فيها برودكشن، وهو هيوزي بيدرا اللي بيعمل هنيك الورق تبعه، بيلف الورق تبعه. طريقتهم شوي صغيرة بتفرق، لأنه بيسموه اللي الطريقة اللي بيعملوها فيها بيسموها تريبا كورتا. شو تريبا كورتا؟ يعني كله اللي بقلبه الشورت فيلر، منه ورق السيجار الكبير، كله مقصوص على الشورت فيلرز. هذه طريقته للهوزي بيدرا في للسيجار، وأول ما تلقطوه بتحسوا فيها من ورقته من فوق، ورقة خشنة، منه من ورقة الليسة وناعمة، كلها معباية بامس ولامبس وما بيسموها، يعني كتير كتير خشنة الورقة. كطعمة أول تيرد يعني أنه مش بطال، أول ما فتح بيفتح بطعمة شوي صغيرة على مالح، بتحس فيه مثل كأنه شوية مينرالز على المالح، والليدر
اللي هي الفرمنتيشن تبع الورق، و شوي صغيره من السبايسز، شوي شوي صغيره يعني، ما في اكثر من هيك لهلا. سو لحيت هلا عم يحرق منيح مش بطال، بعدها باول تيرد لنكمل نشوف اذا بيتغير الفليفرز. بس يعني هذا من النوع السيجار اللي ما فيك تعمل فيه اش كبرها هيك، لانه مثل ما حكيت شورت فيلرز، بدك ضله يهرهر بده يضل يوقع معك. سو نوت باد، خلينا نكمل نشوف اذا بيتغير، نشوف اذا بصير تفتح شوي صغيره تعمل، لانه هيدا هلا ما في طعمه مميزه لحتى اقول لكم انه عم يعطي على مراره على حلو على هيك، لا بالعكس مالح. شوي صغيره من هذا المنرز عم يعطي شوي صغيره على طعمه، عم تحسها على لسانك على طعمه الملح، بدك تشرب معه شيء ديفينتلي يعني. حضر قهوتك او كوبايه مي، يلا رجعنا معكم بالسكند تيرد. بينشف التم هيك عم تلاحظوا، عم بشرب من وراه مي، مش انه طعمته مش طيبه، نو نو، ما يعني طعمه يعني واحد بيمشي الحال بيقضيها فيه ماشي الحال. صار في طعمه الخشب هلا شوي قويت، زادت على طعمه الليدر اللي حكينا فيها شوي صغيره، على طعمه الفرمنتيشن شوي صغيره، هول الملح اللي قلت عليه شوي صغيره خف. صرنا هلا كثير على طعمه الخشب اكثر شيء، والليدر، وفي شوي صغيره مثل حكيت شوي صغيره بالسبايسز. في شغله عم تنشف التم، ما عم بعرف شو هي، بدها تكون طعم من الزيوت، مدري شو هي نوع، يا اما الالمند او الوالنت، شي شغله هيك صغيره فيها كمان، صغيره عم يطلع يعني، في شي عم يزيت لك تمك شوي صغيره. هيدي هي. سو رح نخلص قريبا ونشوف كيف بيختم معنا، خليكم معنا. عم خلص الهوزي بيقدرة هلا قوي قوي، بتحس شوي صغيرة عم يحرق، زلايم الواحد شوي، يعني اخره مش كهالقد، عارف كيف؟ اوله من اول للتاني ماشي الحال، بيمشي الحال بتقضيها، بس باخره شوي صغيرة عم بيصير هارش، عم بيصير شوي ديري يعني، تيل بشكل انه عم يحرق. لو ما بيحرق زلايم او ما بيحرق الهيدا كنت بقول يلا ماشي الحال، بس يعني شو حد بده يحكي على السعر تبع هيدا السيجار اللي هو من النوع اللي بينعاد من السيجار الشعبي، يعني منه كهيبه. الواحد لازم ما يستنظر يقول انه اشترى لامبورجيني بهيدا السعر. هيدا السيجار اللي رح تاخده، هيدا هو من النوع الشعبي، هيدا هو من النوع اللي فيه الواحد يدخن، يعني كل يوم اذا بده يدخن بيدخن، لانه بهيدا السعر يعني انا بجيبها هيدي العلبه هون ب 25 دولار، يعني الواحد بيطلع علي ب 5 دولار. ما بين اذا بدي اجيب كوهيبا بدي يكلفني 40 50 دولار السيجار، اكيد هيدا بتوفي معه الواحد يدخنه. مش بطال للسعر، مش بطال ابدا، انه ما فيك تتوقع بهيدا السعر تجيب غير هيك. ف بيدخن يعني، فينا نحطه من النوع انه السيجار بيدخن لواحد يدخنه كل يوم، بس انه لتقعد وتعبي مخك وتحط معه وتقول يابا بدي انبسط فيه تماما، ما راح يطلعك لسبع سما يعني، لا. هيدا هو هيدا السعر هيك. ف رايي فيه انه ايه، انه بيدخن ما في شيء، انه الواحد بيقدر يدخنه كسيجار شعبي كهيدا السعر اللي انت بتجيبه. It's not bad for the price you are paying. اكيد ما راح فيني اقارنه باي سيجار تاني، مع انه كوبي بس ما فيني اقارنه باي سيجار تاني، هيدا اكيد. فهيدي يا جماعة، هيدا هو الهوزي بيدرا، بيخلص بيختم بطعمة الخشب، بيختم بالسبايسز، بالبهارات، شوي صغيرة مثل ما قلت قوي قوي لأنه بيحرز لعيم، يعني expected to be medium to full bodied cigar. So يلا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، وإذا عندكم تعليقات أو أسئلة عليه وما أنا نسيت حطها وقلكم عليها، سألوني تفضلوا ومرد عليكم. نشوفكم بحلقة جديدة.